القميزي على الجهة اليمنى، جمعان الدوسري على اليسار، عبد الله الفهد، مرجهد مرر كرة لزبيدي، عرضية تعاونية وفاروق بن مصطفى يخرج من بهابري يمرر في المكان المناسب، شبابية الآن تصويبة من بتولي خطيرة، أوه يضغط يتقدم الكرة المرتدة الشبابية من بنزيلي ثم بهابا هابري تمرر بينية ومحاولة للتقدم إلى الأمام، لكن الكرة تطول وتذهب عند حارس المرمى فاروق بن مصطفى. لباصوات يصوب قوية، أصوات كرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى، وهي كرة عبد المجيد الصواط ذهبت إلى خارج ملعب سليمة على مرمى الشباب. يبدو على مستوى بطولة دوري هذا الموسم لم يغيب عن أي مباراة للشباب في الجولات الماضية. هنا كرة أمامية، الله الله الله، جميل الكرة وبن يطو يذهب لأن يعانق كارينيو، هدف جميل لبن يطو الذي غاب غاب وغاب طويلا ثم عاد وسجل هدف من أروع ما يكون، هدف جميل للجزائري، هدف جميل يشعل فيه المباراة. يا سلام، خادع فيها الحضري وسجل هدف جميل، يتقدم الشباب بالهدف الأول بفضل بن يطو غاب، سجل هدف جميل شبابي. هنا كرة طويلة تمر وتصل إلى يد حارس المرمى الأمامية، سريع انطلاقة شبابية، مر بابا هابري وصور، حلوة الكرة أمامية للشباب على جهة اليمنى الآن في المكان المناسب عند بنزيلي، مر بنزيلي، سقط بنزيلي لوحده، سقط بنزيلي، انزلق في الكرة الماضية خاطئة، وبن يطو يمر بن يطو يمرر شبابية بالهابري، الله 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 على الليث، بهابري يسجل الثاني، الشباب يتقدم على طريق بهابري، بن يطو يسجل أولا ثم يمرر الثانية عند بهابري، تصويبة قوية يسأل عنها الحضري تماما، يسأل عنها عصام، كرة من جانب بهابري بالقدم اليسرى قوية، ما كان فيها تسلل، موه وصوب، وين يا عصام وين؟ وين يا عصام وين؟ في الزاوية الضيقة صعبة جدا قوية قريبة، بهابري صوب وليس في زاوية ضيقة وإنما على يسار الحضري، سجل الشباب الثاني، سجل الشباب الثاني وفرح سعيد العويران على يساري تماما، يقفز ويصفق فرحا ويعود آخر فوز شبابي. هنا تصويبة قوية لكن ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، فرصة للتعاون الثابت الآن، تلعب الكرة أرضية وبن مصطفى يمسك الكرة في المكان المناسب، فاروق بن مصطفى بينما يريد أن ينقل كرة طويلة إلى الأمام مع تقدم، يمرر لجهاد الحسين، تمرير للصواط، مر الصواط، خطير خطير، الله 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 على فاروق بن مصطفى،
يبعد كرة خطيرة جدا قبل أن ينتهي شوط المباراة الأول. لاحظ التمريرة الجميلة لصوات، تقدم وصوب وبن مصطفى كان في مرماه ثابت، أبعد الكرة الماضية. تعاون وصوات عبد المجيد عند الكرة، عرضية خطيرة تعاونية، محاولة لكن أيضا تبعد وتعود لمصلحة الشباب. انطلاقة بهابري دخول، بينما تغيير أول للتعاون، هنا كرة قطعت وذهبت تعاونية خطيرة. بن مصطفى خطيرة شبابية وعرضية لم تكن لبن يطو، وصلت في هذا المكان تصويبة من مسافة بعيدة، ذهبت الكرة إلى خارج أرضية. على الطرف الأيمن ينقل كرة لساعد عبد الأمير، انطلاقة شبابية وعرضية بعيدة جدا، بعيدة وأقرب إلى ضربة مرمى عند عصام الحضري. المغربي تقطع وتعود، سواط يبحث عن جهاد الحسين، خطيرة للتعاون، تسلل، الراية مرفوعة على جهاد الحسين، اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في هذا الموسم. وهزازي خلف الكرة يصوب، والكرة تمر وتذهب إلى خارج أرضية ملعب إلى ضربة مرمى عند فاروق بن مصطفى. خسارة لسيد جوميز، كرة بعد تمريرة بن يطو لبهابري، هنا كرة عمامية خطيرة لمصلحة التعاون، لكن أيضا ينقل كرة لإسماعيل مغربي، العرضية من جانب مغربي وهزازي بالرأس، والكرة إلى يد فاروق بن مصطفى، إلى يد بن مصطفى. هزازي يلعب كرة رأسية، تغطية موجودة عليه، لعب كرة عرضية مغربي خطيرة لنايف، يمرر لأميسي قوية، الله غير معقول، جول جول للتعاون. وقف فاروق بن مصطفى كالأسد، لكن التعاون في الثالثة، وهدف لمصلحة الآن التعاون، واحد للتعاون اثنين للشباب. كرة فيها محاولة ما زالت خطيرة، وتبعد من جانب سعد عبد الأمير، تبعد من جانب سعد، تعود لصوات، محاولة بينية خطيرة لمصلحة الزوزي. أوه سجاد يريد أن يمر فيها، يريد أن يكسب ربما ركلة زاوية، مر جهاد وفقد الكرة بعدما أبعدها لاعب الشباب، اصطدمت بجهاد وإلى الأمام لمصلحة بن يطو. تبعد الكرة من عميسي، ذهبت لإسماعيل مغربي، الكرة طالت وذهبت إلى رمية جانبية،